نظرا لطلب المحبة أن يختم لنا ليلة شيخنا محمود بيت الكرم وبيت الجود في ليلة خالد الحاج محمد عطية سليمان يختمها العلم بمصر والعالم الإسلامي من أهل القرآن والصوت الكروان والدقة والإتقان القارئ الشيخ الدكتور محمود علي الحسن أداء متقن وصوت حسن يتفضل مشكورا سائلين الله له القبول والتوفيق. إن الذين
Thank you.
ابو علي يا جميل. معلم يا معلم معلم يوم يقوم يا ابو علي يا جميل قوي.
ايوه اسمع كلام. بسم ربك الذي القارئ بمصر والعالم الاسلامي. اشكر باسمي ايضا لفضيله الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخه العامه الطرق الصوفيه السيد العميد محمد تدري
ما أشكل فضيلة القاري الشيخ محمد السعيد علي جمعة، فضيلة الشيخ عيسى محمد التهامي، فضيلة الشيخ ياسر إبراهيم الشيخ محمود عبد السلام ابن بهنباي، الشيخ محمود عبد السلام ابن قرية كفوة. أشكر أستاذنا ناصر صلاح موقع الإنترنت سفراء القرآن الكريم. أشكر الأستاذ أحمد المهر صف صديق صديق الديار أحمد صق كل من شرفنا. أشكر لأولاد ديار مقدمي واجب الضيافة شيخ سعيد يسري. أشكر أشهد أحمد جعفري خلاص الشرفاء. شكر الله لكل من شرفنا أستاذ محمود الفار. أشكر فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدام. أشكر أخي الكريم عبد الباسط العيسى المحمودي وكل من شرفنا بوجهه. شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.